بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع دروس الاهتزازات الحرة الميكانيكية. في هذا الدرس راح نشوف النواس الثقلي والنواس البسيط، يعني ندي لمحة خفيفة عليه. النواس الثقلي لو بوندول بوزون، وماذا؟ لاحظ هنا هذا الشكل، هنا هو كل جسم صلب بإمكانه الاهتزاز تحت تأثير ثقله حول محور دوران أفقي، اللي هو هذا محور دوران أفقي. مثلا عندك مسطرة دايره هكذا، كاين مسطرات، كاين هنايا ثقب، دير له مسمار، هنا دير مسمار وعلق المسطرة. هاوليك مثال على نواس ثقالي، يعني ها هو جسم صلب ليه مسطرة بإمكانه الاهتزاز تحت تأثير ثقله حول، يعني لو أزحت المسطرة هنايا، جبت المسطرة طلعتها، تعاود ترجع لمكانها. إذا كي تعاود ترجع لمكانها، تعاود تروح منه، تعاود تجي منه، تعاود تولي هكا حتى تحبس. إذا هذه كامل نعرفوا هذه. إذا هنا هذا هو محور دوران الأفقي الثابت دلتا، يعني وهذا المحور لا يمر من مركز عطالة الجسم، لأن ها هو مركز عطالة الجسم. لو نجو المسطرة مثلا، يكون هنا مركز عطالة الجسم. أذكر لي أمثلة أخرى، مثلا عندنا الأرجوحة اللي نسموها، كاين يسموها الجعلولة، لابالونسواغ، مثلا الساعة الحائطية، الرقاص تاع هذاك اللي يدير طرين طرين رايح جاي، على العام رايح جاي، صح. هنا وقتاش يكون هذا النواس الثقالي؟ في حالة توازن مستقر. أي يكون النواس الثقالي في حالة توازن مستقر عندما يكون مركز عطلته جي واقعا على نفس الشاقول مع نقطة تعليقه. يعني هذا الجسم في الحالة مثلا، لو هذه سميناها الوضعية واحد وهذه الوضعية اثنان، يعني لاحظ أنه أسفل النقطة أو وراها معلق، التي يمر منها محور الاهتزاز دالتا. أي لاحظ أنه عندما نزح النواس عن وضع توازنه، لاحظ نزح النواس عن وضع توازنه، الجهة مديرين لك الجهة الموجبة، لاحظ بزاوية ثيتا، يعني نزحه بزاوية ثيتا، ومن بعد نتركه لحاله. واش راح يدير النواس هذا؟ النواس هذا راح ينجز اهتزازات حرة حول شاقول نقطة تعليقه، لا نديرو بالأخضر، ها هو شاقول نقطة تعليقه. إذا هنا واش نقولو؟ أن الجسم المهتز أنجز اهتزازة كاملة. نأتي الآن إلى دراسة اهتزاز النواس. عندنا ثلاث حالات، يعني حالة بدون احتكاك وحالتين بالاحتكاك. عندنا الحالة الأولى هي حالة الحركة دون احتكاك. لاحظ الشكل الذي هو أمامك، لاحظ أن هنا الاهتزازات دورية وغير متخامدة، أي تكون الاهتزازات دورية وغير متخامدة. لاحظ الشكل يبين لك. عندنا حالة الحركة بالاحتكاك، حالة الحركة بالاحتكاك، هذه حالة الحركة بالاحتكاك. بدون احتكاك عندنا واحدة، بالاحتكاك عندنا حالتين. أولا كاين احتكاكات مائعة، احتكاكات مائعة اللي مثلا نوجدها في السائل الهواء، يعني هذه أمثلة، صح. كيفاش تكون هذه الاهتزازات؟ هذه الاهتزازات تكون شبه دورية متخامدة. لاحظ الشكل هو أمامك، أي قلنا أن هنا تكون الاهتزازات، تكون الاهتزازات
شبه دورية متخامدة. يعني واش نقصد بهذا؟ لاحظ لهنا، لاحظ أي تتناقص السعة تاعها بشكل غير خطي. لاحظ دايرها تتناقص السعة تاعها بشكل غير خطي، أي نقدر نسمي هذا النظام نظام شبه دوري أسي، نظام شبه دوري أسي. الآن نأتي لي إلى الحالة الثانية نديرها الآن، وهي احتكاكات صلبة. احتكاكات صلبة، وين تكون هذه الاحتكاكات الصلبة؟ هذه تكون على مستوى محور الدوران. يعني لاحظ لهنا، على مستوى محور الدوران هنا تكون هذه الاحتكاكات الصلبة. هنا كذلك تكون كما في الاحتكاكات المائعة، تكون الاهتزازات الشبه دورية متخامدة. تكون لاحظ الشكل، الاهتزازات شبه دورية متخامدة. برك في هذه الحالة هذا النظام نسميه نظام شبه دوري خطي، نظام شبه دوري خطي، لأنه يختلف على شبه الدوري الأسي. لاحظ نفس الشيء، شبه دورية متخامدة، لكن هذا نظام شبه دوري أسي ليس خطي، أما هذا فهو نظام شبه دوري خطي. يعني لاحظ هنا، لاحظ الفرق بين هذا وبين هذا في المائع وفي الصلب. في المائع لهنا تكون أو تتناقص السعة تاعها بشكل غير خطي، أما هنا لاحظ أن السعة تاعها تتناقص بشكل خطي كما تلاحظ في الشكل. ونأتي الآن إلى موضوع دراستنا وهو النواس البسيط، لو بوندير سامبل. يعني هو ماذا هو النواس البسيط؟ هو نواس ثقلي بسيط، يعني ينتمي إلى النواس الثقلي البسيط اللي درسنا، اللي هو الموضوع اللي ندرسه في البرنامج تاعنا هذا العام إن شاء الله. لاحظوا هنا في الشكل، يتألف من ماذا؟ يتألف من جسم صلب صغير وهو مهمل الأبعاد، الكتلة تاعو آم. لاحظ أنه معلق بخيط طويل، وهذا الخيط الطويل غير مرن، طول تاعو آل، ويكون الخيط مهمل للكتلة، وهذا الخيط بإمكانه، هذا الجسم بإمكانه الاهتزاز بحرية حول، لاحظ، محور مار من نقطة التعليق تاعو، ها هو المحور اللي هو الشاقول. إذن هذا هو تعريف بسيط حول النواس البسيط. نأتي الآن إلى اللي همنا، هو دراسة النواس البسيط، حالة اهتزازات حرة غير متخامدة. وهذا لاحظ لحد الآن الفيديو راه مشترك بين الشعب الثلاثة، شعبة علوم تجريبية، رياضيات، وتقني رياضي. في نهاية الفيديو بإذن الله راح نقول لكم واش هي الأمور اللي ما تخص شعبة علوم تجريبية. دور النواس البسيط لا يتعلق بكتلة الجسم المعلق بالخيط. كيف؟ مثلا نجيب ثلاث نواسات بسيطة كما هذا اللي راهو أمامي، ويكون مكون من ثلاث خيوط، نعم لها نفس الطول، يعني الخيط يكون عنده نفس الطول، لكن الكوريات تكون ثلاث كوريات اللي عندها نفس الحجم، تختلف في ماذا؟ في الكتلة. مثلا لو جيت قلت لك الكتلة أم واحد تساوي 160 غرام، الكتلة أم اثنين تساوي 80 غرام، والكتلة أم ثلاثة تساوي 40 غرام، صح؟ واش ندير؟ هذه الثلاث نواسات راهم أمامي، نجي نزيح هذه النواسات بنفس السعة الزاوية اللي هي ثيتا، نفس السعة الزاوية ثيتا، ومن بعد واش ندير؟ ونطلقها لحالها،
ومن بعد واش ندير؟ نحسب الدورة تاعها، وهذا باستعمال ميقاتية. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ في الأخير أن الأدوار الثلاثة تكون متساوية، يعني تي تكون بالتقريب هكذا 2 ثواني مثلا. إذن واش نلاحظ هنا أعزائي الطلبة؟ قلنا دور النواس البسيط لا يتعلق بكتلة الجسم المعلق بالخيط، يعني لا يتأثر دور النواس بالكتلة المعلقة لآم، ما يتأثرش بها. كذلك تزداد قيمة دور الاهتزازات كلما ازداد طول الخيط آل. انتبه إلى هذه الكتابة لاني نكتب فيها ماشي في باطل، لربما خاصة العلميين، لأن كان أمور رانا جايين ليها ما تدرسوهمش توم خاطيكم، لكن يقدروا يطرحوا لكم هذه الأسئلة. هل يتعلق دور النواس البسيط بكتلة الجسم؟ متى يعني هل تتعلق مثلا بطول الخيط؟ لازم تحذر من هذه الأسئلة. في هذه مثلا قلنا تزداد قيمة دور الاهتزازات كلما ازداد طول الخيط آل. مثلا نعطيك مثال، مثلا عندنا نواس بسيط، نقوم في كل مرة، هذا نواس بسيط، في كل مرة نقوم نغير من طول الخيط هذا، مرة هكذا، مرة نزيد فيه حتى لهنا، مرة نزيد فيه حتى لهنا، وهكذا، يعني نغير من طول الخيط. نجي في كل مرة نقيس دور الحركة تي، دور الحركة اللي نرمزلو ب تي، وهنا تكون الاهتزازات ضعيفة السعة، ضعيفة السعة، ضعيفة السعة يعني نقدر نقولو ثيتا تكون أقل من 10 درجات. ثيتا تكون ضعيفة السعة. إذن هنا أعزائي الطلبة في هذه الحالة كي نقيس في كل مرة دور الحركة نقدر نرسم نرسم البيان التالي اللي راح نرسمه، اللي هو تي مربع يساوي اف لال. إذن لاحظوا بعد ما قسنا في كل مرة دور الحركة، وهنا قلنا الاهتزازات تكون ضعيفة جدا، يعني ثيتا تكون أقل من 10 درجات. إذن تمكنا من رسم المنحنى اللي هو أمامك، اللي هو تي مربع تساوي اف لال، تي مربع بثانية مربع، والآل طول الخيط بالمتر. لاحظ البيان اللي رسمناه، البيان هو كما تلاحظون أعزائي الطلبة أنه عبارة عن خط مستقيم معادلته تكون من الشكل تي مربع تساوي أل، حيث الأ هو ميل المستقيم. إذن لربما في التمرين يعطيك تمرين يكون خاص بشعبة علوم تجريبية وتحسب ميل المستقيم إلى آخره كما درنا مع النواس المرن. إذن لهنا أعزائي الطلبة في هذه الحالة أن نشوف من البيان أن الاهتزازات أو الدورة عفوا الاهتزازات يتناسب مع الجذر التربيعي لطول الخيط. إذن نقدر نكتب أن تي تكون تتناسب مع الجذر التربيعي للخيط. إذن نكتب العلاقة الأولى اللي هي تي تساوي ك واحد جذر آل، هذه نسميها واحد صح. عندنا كذلك تتناقص قيمة دور الاهتزازات كلما ازدادت الجاذبية، لأن هنا لاحظوا في النواس هذا اللي راهو أمامنا هنا، هذا النواس هذا الجسم راهو معلق، إذا هنا كاين جاذبية، واش عندنا هنا؟ كاين جاذبية، إذا يعني واش قصدوا بها هنا؟ أي يقل هذا الدور، يقل بزيادة الارتفاع عن الأرض، كلما ارتفع هذا الجسم على الأرض كلما يقل الدور تاعو. إذن هنا أعزائي الطلبة في هذه الحالة دور الاهتزازات لا يتعلق بكتلة النواس أم، وإنما يتعلق بماذا؟ بالجاذبية الأرضية، يتعلق بالجاذبية الأرضية بي تساوي أم جي، الكتلة في التسارع. إذن هنا في هذه الحالة دور النواس يكون يتناسب عكسا مع الجذر التربيعي للجاذبية الأرضية، ونقدر نكتب أن تي تساوي ك اثنان على جذر جي، هذه نسميها العلاقة الثانية. إذن
لاحظوا العلاقة الأولى والعلاقة الثانية. من العلاقة الأولى والعلاقة الثانية أعزائي الطلبة، لاحظ، نقدر أو نستنتج من العلاقتين الأولى والثانية، نستنتج أن أي تي يساوي ك جذر ال على جي، هكذا. حيث هذا الك، حيث هذا يعني ك ما ندخلوش في الديتاي لان حسبوه في حالات خاصة، يساوي ماذا؟ يساوي 6.28، ومنه 6.28 هي 2 بي. ماذا نسمي هذا ك؟ نسميه ثابت التناسب. ثابت التناسب. إذن نستطيع كتابة عبارة الدور الذاتي للنواس البسيط T يساوي 2 P جذر L على G. هذا أعزائي الطلبة يكون من أجل اهتزازات صغيرة السعة، أي يعني العلاقة هذه من أجل الاهتزازات صغيرة السعة، يعني كما قلت لكم قبيلة، أي ثيتا صفر تكون تكون أقل من 10 درجات، هكذا. أما من أجل السعات الكبيرة، من أجل السعات أو سعات كبيرة، من أجل سعات كبيرة، يكون نقدر نكتب أن تي تساوي تي صفر في 1 زائد θ0 مربع على 16، هكذا. يعني العلاقة هذه من أجل السعات صغيرة، وهنا من أجل سعات كبيرة، اهتزازات ذات سعات كبيرة أو كبيرة السعة، صح؟ يعني هنا تكون ثيتا صفر تكون أكبر من 10 درجات، هكذا، صح. عندك هذه تي صفر اللي هو نعرفه باللي هذا الدور، وهذا الدور الذاتي، الدور الذاتي، والدور الذاتي يحسب في السعات الصغيرة. أما هذه ثيتا صفر وشن هي؟ هي سعة الاهتزازات، سعة الاهتزازات، وكنا شفنا في البيانات أن تي بي الثانية الوحدة تاعو هذه بالراديو، مفهوم؟ صح. لحد الآن واش درسنا لحد الآن خاص بالشعب الثلاثة، شعبة علوم تجريبية، رياضيات، تقنية رياضية. أما واش راح ندرسو في الفيديو المقبل إن شاء الله، ودائما في دراسة النواس البسيط، بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية لحد الآن انتهى دوركم، يعني نتلاقاو بإذن الله في التمارين، وكي نحلو تمارين راح نقول هذه خاصة بالعلوم التجريبية، هذه ما تخصكمش. إذن في الفيديو المقبل إن شاء الله اللي راح يكون حول الدراسة الطاقوية لنواس بسيط، إذن أعزائي في هذه الدراسة الطاقوية لنواس بسيط، وهي بكل بساطة هي المعادلة التفاضلية، أي راح ننشئ المعادلة التفاضلية، وهذا راح يكون خاص إلا بشعبة رياضيات وتقني رياضيات، تقني رياضي عفوا. نظن لهنا كنت واضح فيما يخص شعبة علوم تجريبية. إذن الفيديو المقبل، درس المقبل بإذن الله، الفيديو 13 ما يخصكمش أنتم، يخص إلى شعب رياضيات وتقنية رياضية. أعزائي الطلبة، إلى أن نلتقي بكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.